مثل ما عرفت تمار بدنا نحكي عن تقنية جديدة اللي هي تحت عنوان الألتيرا. تعريف الألتيرا وبشو فيها تفيدنا؟ مزبوط. So الألتيرا هي one of the best technologies اللي هي FDA approved American technology للليفتنج without a surgery. So بتشد من دون جراحة. شو حلو إنه في كتير لأنه في كتير أشخاص بتعرفي بعد عمر 30 منخسر كولاجين إلاستين من الجلدة و at the same time منصير منحس هالجلدة صارت لوز. So ما بقى منحس بالفيرمنس اللي كان عنا إياها when we was at the age of 20. آه هيك من بعد 30؟ آه ما كهيك ما بعرف. هيك يقولوا. بكرة بس نوصل نشوف. You're still looking young anyway. Thank you. So الألتيرا بتعتمد على المايكرو فوكست ألتراساوند تكنولوجي حتى تكون عم تعمل ليفتنج without a surgery. Okay. شو الطريقة؟ So هي بتعتمد على الألتراساوند على الموجات الصوتية بس بيكونوا مايكرو فوكست يعني بيكون على درجة حرارة كتير عالية على 70 degrees بفوتوا تحت الجلد حتى يكونوا عم يشتغلوا على العضلة اللي تحت الجلد اللي هي SMAS muscle حتى يعملوا ليفتنج. Okay. So طب شو بتختلف عن lifting. بشو بتختلف عن الهايفو ساعتها دكتور احسان؟ so, الفرق انه الألتيرا هي بتعتمد مثل الهايفو على الالتراساوند بس التكنولوجي للألتيرا والبريسيجن تبعيتها هي اللي بتميزها عن اي ما كانت هايفو ثاني موجوده بالماركت لانه عم نشتغل نحن اكزاكتلي على السماس ماسل اللي هي العضله اللي تحت الجلده عم نقدر نشوف بالديب ساوند تكنولوجي اللي هي بتقنيه الالتراساوند بنقدر نشوف نحن وين عم نضرب. So as if you are doing السيرجري انت عم تقدر تشوفي هالعضله قبل ما تضرب عليها بينما بالهايفو التانيين ما بيقدر يشوفوا وين عم بيضربوا بيضربوا بشكل عشوائي من دون ما نحن نكون شايفين المصل. في بريسيجن اكثر هون يعني بنكون شايفين ديتيلز اكثر وبنكون شايفين عم تشتغل بوضوح اكثر واكثر. مزبوط تقدر تشوف العضله بتشتغلي على العضله لنقدر انه نشد هيدي العضله. أوكي. طيب اي متى دكتور لازم نلجا لهالتقنيه نحن؟ بتعرفي في كتير صبايا عبينهم انه يشقلوا شوي الحاجة تبعهم مع العمر منبلش نحس بشوية ساجينج بهيدي المنطقة كمان بترهل شوي بمنطقة الدبل شين. سو كلهم هول انديكيشن. سو هي عندها الاف دي اي ابروفل للايبراوز ليفتنج للنك ليفتنج للجولاين ليفتنج اند تايتنينج وللديكولتاج كمان بتقدر انها تشد حتى منطقة الصدر. واو.